آخر العشرة المبشرين بالجنة، هنا ذكره أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه، وهذا ترتيب ابن الجوزي رحمه الله. وأما ترتيب الإمام الذهبي فذكر أبا عبيدة في أوائل العشرة المبشرين بالجنة بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين. أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: وأسلم مع عثمان بن مضعون وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر، فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتما رضي الله عنه. صفته رضي الله عنه: كان طوالا نحيفا، كان رجلا طويلا أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان نحيفا. أجنى، أجنى يعني برز ظهره وانخفضت بطنه، هذا إذا كبر الإنسان. معروق الوجه يعني في وجهه عروق رضي الله عنه، هو جميل. وكان خفيف اللحية رضي الله عنه، لم يكن كثير اللحية، وهذا من خلقة الله، يعني ما زي محمد مصطفى هبشة ذاك محمد مصطفى. الزول يا جماعة ما يجيبه لأنه خالف الدين، في حاجات كثيرة بنخش فيها بنلقاه مخالفة في أصول المنهج، وفي أشياء من المحرمات وقع فيها زي دي. ابن عثيمين قال: لا يجوز أخذ شيء من اللحية، وكلما أخذ ازداد إثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب، هكذا بهذا أحفوا الشوارب، في لفظ حفوا الشوارب واعفوا اللحى. من مناقبه رضي الله عنه أبو عبيدة عامر ابن الجراح عن أبي قلابة قال: حدثني أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. هكذا في صحيح البخاري ومسلم، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أيضا وفي صحيح مسلم وفي السلسلة الصحيحة للألباني عنه عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وهذا الكلام فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن أبا عبيدة رضي الله عنه عرف بالأمانة، وهكذا بقية الصحابة. والفائدة الثانية أن الأمانة ليست أمانة المال فقط وإنما أمانة الدين والتبليغ، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما سألوه أن يبعث معهم رجلا قال: يعلمهم السنة والإسلام. ده شغل بتاع علم وتعليم. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. شكي يا جماعة الأمانة أقسام، من هذه الأمانة أمانة الدين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وأمانة التكليف،
فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك العبد الواجب عليه أن يكون أمينا أولا في دينه في علمه. ويتوريك خيانة الكثيرين ممن يكتمون الحق وممن يكذبون ومن يحرفون النصوص، إما أن يحرفوا ألفاظها من أجل استخراج أحكام توافق ما هم فيه، وإما أن يحرفوا معانيها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية فيها ذم لأهل الكتاب ثم لعلماء هذه الأمة ممن يكتم الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن شيء فكتمه أو عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. الأمانة ده يا جماعة، شوف، تقول الحق وما تخشى في الله لومة لائم، عرفت دي من الأمانة العلمية، ده الحق كذا والدليل كذا، وزولك مخالفه تمشي تناصحه، قبل الحمد لله، ما قبل طوالي تبين. وما بنلزم بالمناصحة، ما بنلزم نقول وجوبا أو شرطا، أكيد ما ناصحته قبل خلاص، لو ما ناصحته ورديت في الملأ ما عليك حرج. من مناقبه رضي الله عنه كان زاهدا من أزهد الناس، وكان تقيا وكان ورعا رضي الله عنه، وكان واليا على الشام على فلسطين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تلك المنطقة إلى فلسطين وسأل عن أبي عبيدة رضي الله عنه وقال: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة رضي الله عنه. طيب، سأل عنه، جاءت رواية في سندها مقال ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، وللأمانة العلمية في سندها مقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فاتحا وولى أبا عبيدة رضي الله عنه وذهب لزيارته، فقال له أبو عبيدة: إنك تأسف يا أمير المؤمنين، يعني إذا ذهبت معي أصابك الأسف والحزن. فقال: لا، بل أذهب معك إلى دارك. قال الذهبي رحمه الله: فذهب معه فلم يجد عنده شيئا من أمر الدنيا، إنما هي وسادة من ليف وينام عليها، وعنده صندوق فيه خبز جاف ناشف. فلما طلب الطعام قدمه لعمر رضي الله عنه فبكى وقال: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة رضي الله عنه. وهذا من تواضعه، وإلا فإن القصة ذكرها الذهبي رحمه الله وفي إسنادها مقال. وذكر الذهبي رحمه الله أيضا في سير أعلام النبلاء أن الطاعون لما أصاب القوم ونزل بأرضهم أرسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة عامر ابن الجراح، وكان يحبه ويجله. قال: يا أبا عبيدة، إنه عرضت لي مسألة ولا غنى لي عنك أي فيها، فهلا أتيتني؟ قال الذهبي رحمه الله: فلما نظر أبو عبيدة رضي الله عنه إلى رسالة عمر علم مراده، فهم مراده أنه يريد أن يخرجه من أرض الطاعون، فكتب إليه أبو عبيدة رضي الله عنه قال: إنما أنا من أجناد المسلمين، أريد أن أصاب بمصابهم إن أصيبوا،
فهلا عفوتني عن عزيمتك يا أمير المؤمنين؟ لو عفيتني بس أنا أقعد هنا، وإن لم تعفني فهذا أمر ويجب طاعة الوالي أو الأمير. فلما قرأها عمر رضي الله عنه بكى، بكى رضي الله عنه. فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، قال: لا، أي لم يمت، ولكنه فهم كلامي فبكى عمر رضي الله عنه بسبب رسالة أبي عبيدة. فما مكث أياما حتى سمع بوفاة أبي عبيدة رضي الله عنه. طيب، قال ابن الجوزي رحمه الله عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل. شوف الناس اللي بيجالسوه ذاته همه شنو؟ قال بس البيت ده مملوء ذهب، ما عشان أشتري الأرض الفلانية والدكان الفلاني، عشان أنفقه شنو؟ في سبيل الله. ثم قال: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أو جرها أو جوهرا أنفقه في سبيل الله عز وجل وأتصدق به. دار تتملي لؤلؤ إلى آخره وبرضه أتصدق به. ثم قال: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وهذا من إجلال عمر لأبي عبيدة ومن محبته له. وهنا فائدة عظيمة جدا، لا شك أن عمر رضي الله عنه أعلم وأفهم لما يصلح المسلمين ولما ينشر الدين من هؤلاء الذين تمنوا وأرادوا الخير. وهذه فائدة للدعاة ولغير الدعاة، أن الذي يصلح الدعوة ليس كثرة المال، وإنما الرجال الصادقون. دعوة دي ما درى قروش، أقول لك أنا واحد من أخواننا الحمد لله هو ولا بيتكلم في المنابر ولا كذا، زول يعني من هنا من أخواننا مهم وتاجر، قال لي: والله أنا ألقى لي 15 مليار بزهد في الدنيا دي، 15 مليار قال بعد بزهد في الدنيا دي. قال: والحمد لله من عاشرنا من إخواننا الدعاة والله ما علمناهم يطلبون الدنيا ولا يريدون الدنيا، بل والله يتسابقون في خدمة إخوانهم ويقدمون ما يبذلون، كلنا إخواننا العاشرناهم نحسبهم من الدعاة. واحد تلقاه عنده عربية وانت ماشي دعوة وما قادر يمشي معاك، يقول لك: سوق العربية. يقول: لا أنا ما بعرف. يقول لك: جيب زول يسوق ويديك ويمشي، والثاني كذا والثالث كذا وكذا وكذا، نحسبهم والله حسيبهم. فالإنسان يعلم أن هذه الدعوة منصورة، ويخاف أولا على نفسه، لأن هذا الدين محفوظ، دين ده محفوظ. الرسول عليه الصلاة والسلام الجبيه من عند ربي فارق الدنيا والدين ماشي، والصحابة شالوه فارقوا الدنيا والدين ماشي، والأئمة فارقوا الدنيا والدين ماشي. لقيت تخاف على نفسك أول شيء، صح تخاف على الإسلام أولا، لكن تخاف على نفسك ألا تضل ثم تزهد في الدنيا. الصحابة والأنبياء قبليون دعوة قامت على دعوة الناس إلى الخير وعلى عدم طلب شيء من أمور الناس. عشان كده رب العزة والجلال قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم شنو أجرا وهم مهتدون. ما داير منكم قروش ولا داير دنيا ولا داير كذا ولا كذا. وهذه من الآثار السيئة التي تركها الكثيرون عند الناس
بسبب طلبهم للمال. واحد من الحزبيين جايبينه في منطقة قالوا له تعال امسك لنا المسجد ده بس صلي لنا الجمعة، منطقة اسمها المهيدات في مدني. قالوا له والله أنا عندي مرتين وجي كل الجمعة دي دار لي موتر وجي تشتروا لي موتر وكل شهر تدوني 5 مليون، تاني بجيكم إن شاء الله أخطب لكم الجمعة. قالوا لي لا دارينك ولا موتر ولا غيره. جاء واحد تاني قال لي أنا بخطب لكم. قالوا لي ها يا مولانا نديك كم، لأنه ذاك أثر فيه خدت فيهم أثر شنو سيء. قال لي أنا والله أنا أبوي ذاته. قال لي يا ولدي أخوانك ديك ترى وش غالي، أنت نظرتك للدعوة أمرك زاي ما تجيب لي شيء، والله أمرك زاي ما تجيب لي شيء. أنا قال لهم يا جماعة بقعد معاكم لا داير قريش ولا تعريف. أخوي بحكي لي الكلام ده شقيقي، قال لي الدو أكثر من الطلب ذاك، وقال له أي شيء داير بس أطلب بس قول داير. ولذلك يا جماعة الإنسان يزهد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وانت اليوم اللي بتعتمد على الله بيكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانا عبارة بكررها بقول اذا زول مندوب في شركة بتاعت بشر، مندوب بس ما مدير، بيمشي بيدعو الناس يجوا يشتروا من الشركة دي ويرغب الناس في البضاعة، بيدعو عربية وبيت وقروش ومرتب وكذا. انت بتدعو الناس ما ليه شركة، تدعون إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء كل شيء. فلذلك أصلا ما تخاف، أنت بس اشتغل دعوتك دي سوي لك مصدر رزق كسبب أمش، بعد ذاك الله بيرزقك ووفقك ويهتم بالعلم ويهتم بالدعوة وانشر الخير لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بك. هذا الأثر الذي بدأت ذكره قبل قليل ولم أكمله ذكره هنا ابن الجوزي رحمه الله، قال عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، فقال عمر أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. قالوا الآن يأتيك. فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفا وترسه ورحله، الترس بتاع يعني يتوقى به والسيف السيوف في الحرب. فقال له عمر ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل. وفي رواية ذكرها قال رواه الإمام أحمد، في رواية ذكرها الذهبي رحمه الله قال هذا سيبلغنا المقيل. المقيل أي القيلولة، وهنا أراد به الموت، أي نستعد للموت بطاعة الله، وأما أمر الدنيا فنأخذ منه القليل الذي نمر به مرورا ولا نركن إلى الدنيا، كما قال الإلبيري رحمه الله ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. طيب، وذكر هنا أيضا أثرا بعضهم أيضا ذكر فيه مقالا، لكن هنا ذكره ابن الجوزي رحمه الله، قال عن نمران ابن مخمر عن أبي عبيدة ابن الجراح أنه كان يسير في العسكر فيقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، يعني ظاهر الخير وباطنه شنو الشر. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال ابن القيم عفوا رحمه الله في الفوائد قال وبعض الناس يصلح ظاهره وباطنه تفوح منه الرائحة النتنة من سيئه يشمها الصادقون وتخفى على غير الصادقين.
الصادقون بيشموها كيف يعني؟ بيشموا هل في ريحة ججت؟ ما في ريحة. هل بيعلموا الغيب؟ ما بيعلموا الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا ذلك قالوا مكاشف، سموه مكاشف لأنه بيكشف في القلب. ما بيكشف في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: أمرت، من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بلسان، وإن كان الشهادة مع القلب دي التي تنفع، لكن هنا المقصود باللسان، لأن هذا بالنسبة للحاكم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وفي لفظ إلا بحقها، وحسابهم شنو؟ ليه قالوا حسابهم على الله؟ على الله تعالى. لأنه أنا علي بالظاهر نازل قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وأدوا الزكاة، بعد دانا ما بكاتلون، لكن في قلوبهم هل هم على الصدق ولا على الكذب؟ دي أنا ما بعلمها، عشان كذا قالوا حسابهم الله. قال الكلام ده منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والله قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم. لا تعلموا النفاق ده وينه؟ ذول يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والله قال له لا تعلمهم، معناه أنت ما بتعلم الشنو في القلب. تجي تقول لي مكاشف يعلم في القلب، بيعلم في القلب ومكاشف وكذا وإلى آخره، ودي عقيدة الصوفية، بيعتقدوا إنه الغيب ده بيعلموه، شيوخهم بيعلموه، زي ما قال البرعي: قوماك نزاور الأولي الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نصدق الله سبحانه وتعالى ولا نصدق الصوفية؟ شوف كيف يمشوا للدجالين، شوف لنا الرائحة وشوف لنا كذا وكذا، وده كله يا جماعة باطل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. زول تبقى عقيدته في الله صحيح، ما بيعلم الغيب إلا الله، ما بيديك جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما تحلف إلا بالله، ما تتبرك بتراب، ما تنادي شيخ يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. ودي من الأمانة، توصل الكلام ده للناس، والله ده من الأمانة. والذي رفع السماء الليلة دي كنت كبير راكب مع زول في البلد، ماشيين على السوق راكب معاه ورا، قال لي جات ركبت معاي مرة في المحل دي، قلت له اشتغل دعوة انت شغال كذا واجرك اشتغل دعوة، قال لي ركبت معاي مرة في المحل ده، قال لي لما ركبت قالت يا رسول الله، قال لي قلت لا يا مرة يا حاجة يا خالة ما تقول يا رسول الله، قولي يا الله. الرسول ما بنادوه، لأنه بنادوا الله بس سبحانه وتعالى، والرسول نفسه قال إذا سألت فسأل الله. قال لي فهمت؟ والله قال لي اللفظ اللي قالت لي، قالت لي والله الرجال اللي أنا بركب معهم دي الخاينين ما علموني باللفظة دي كده. أنا والله ذكرت الموضع الليلة دي، قالت لي وخاينين باللفظة دي. مرة كبيرة بتقيم إنه زول اللي بينطق بالحق أمين، والزول اللي بيكتم الحق خاين، وديل قاعدين 16 سنة وعشر سنوات ما عارفين المعلومة دي ولا ما قادرين يطبقوها. ناس نسأل الله العافية. طيب، توفي وفاته قال: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لديني، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. قال نفسه بكرمة يمكنها من الشر ومن المعاصي، ويظن أنه يكرمها، زي حال كثير من الفنانين الليلة، بل حال جميع المغنين. قال نفسه كذي يقول لك والله الزول ده بقى نجم وبقى فوق، والزول ده بقى زول معظم، هو بهم في نفسه ما جايب خبر،
قد أفلح من زكاها وقد خاب شنو من دساها. يطلع قدام الناس ما يخجل يتراقص، زور راجل يرقص، راجل يتلوي قدام الناس يرقص ويكورك، زور الله أنا بستغرب فيهم، زور بيش أنا بو شغال حبيبي يا ود كلام ده ما عيب والله بيش أنا بو واحدين يبكوا رهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم، نغم كيف في سيلك جوا نغم بتاع شنو وما مشكلة يا ناس. والغنى ده أصلا حق النسوان ومن غير موسيقى ومن غير ألفاظ، يعني ألفاظ مخالفة. ذيل سووا رجال يا أخي ساو عديل كليات فنون، والترابي قال آن للفن أن يعبد ربه، الفن ذاته يعبد بالله ويعبد الله سبحانه وتعالى. كلها بلاوي يا أخي، عشان كذا ردوا عليه في الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان، ردوا عليه تحت تلقى في الهامش في التعليقات، والتعليقات دي جمال في ريحان حفظه الله في النسخة دي ذاتها في الطبعة جاب إذن الشيخ الفوزان بنقل هذه التعليقات، قال أنا أذنت بها. التعليقات دي تحت تلقى فيها ردم شديد، فوق برضو في ردم تحت برضو، كله جايبين لا خلى ترابي جزاه الله خير، لا خلى قرضاوي، لا خلى منهج القرضاوي وغيره، جاب كلام القرضاوي في سيد قطب ذاته، جاب انحرافاته، لا خلوا محمد سرور ابن نايف زين العابدين ذا بتاع السرورية، ناس كلهم ناس غريبين والله يا ما الناس زي اللي أنا بتعجب فيهم. دي محمد حسن الددو يقول من العلماء المجتهدين يوسف القرضاوي دم لخبطة لما ذاته مبال، ويجي محمد سرور يقول كتب في كتاب منهج الأنبياء، يقول كتب العقيدة كتب عبارة عن نصوص وأحكام فيها جفاء جفاء. شيخ ابن باز سأله قال الذي يقول هذه المقولة هو مرتد إذا قال بأن القرآن والسنة فيهما بأن القرآن فيه جفاء وأن السنة فيها جفاء. شيخ محمد أمان الجامع عمل فيه شريط أثنى عليه، أثنى على الشيخ الفوزان، قال وقد أخرج الشيخ محمد أمان الجامي شيخنا كذبا، شيخنا محمد أمان الجامي شريطا في الرد على هذا الرجل، قال فيه وأنت يا محمد سرور تقول بأن هذه الكتب فيها جفاء كتب العقيدة، أخرج لنا أنت الكتب التي ليست فيها جفاء وفيها تناول للتوحيد، أين دعوتك إلى التوحيد؟ وإذا وصفت دعوة الأنبياء والرسل بالجفاء فما هي الدعوة التي فيها ترغيب عندك أنت؟ هذا الرجل لا يصلح أن يقيم شباب المسلمين، هكذا قال محمد. ديل جو استقبلوا والكلام ده دخلنا في شغل نازل ما عنده ولا مانع علمية، ده دخلنا في شغل لا يا ما قدر ما أقول لهم قول ظريفين شغلة دي. بعدين ود النار بيجيك في الدرس بيقول لك التوحيد التوحيد، يعني كان نزيد بذكرك ذاته. واحد من أخواننا في مسجد في أم درمان بديت النصيحة أنا دار ما هيد لهم وجيهم في التوحيد، وقف لي ورق قال لي أقول لي يا مسلم اصبر شوية، لما الناس اتلفت ورا لقوا شغال كده. بعد شوية جبت التوحيد بقى يضحك سنونه ظهر ذا الشغل يعني، هذا الله يتقبل يعني. طيب توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس بالأردن وقبر ببيسان، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك في سنة 18 من خلافة عمر وهو ابن 58 سنة رضي الله عنه. بعد قال الشيخ ابن الجوزي رحمه الله وإذ قد أنهينا ذكر العشرة بحمد الله ومنه فنحن نذكر المشتهرين من الصحابة بالعلم والتعبد والزهد على طبقاتهم والله الموفق. بعد ذاك بيجي في طبقات الصحابة. ومن عادة ابن الجوزي الطيبة رحمه الله في هذا الكتاب أنه بدأ بالصحابة، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين وهكذا.
ومن عادته الطيبة أنه يصول ويجول في البلاد. قال: وطفت الأرض بفكري فنظرت إلى هؤلاء العباد والعلماء فذكرتهم في هذا الكتاب. فيذكر أهل بغداد ثم ينتقل إلى أهل دمشق ثم ينتقل إلى كذا وكذا وكذا، يذكر أهل المناطق منطقة منطقة. وهذا من غزير علمه رحمه الله تعالى واطلاعه. إذا مد الله في الأجال ووفق نأتي ونواصل في هذا الكتاب القيم وفي سير هؤلاء الأعلام، ونعتذر من التقصير في حقهم فهم أجل مما ذكر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.